سيشن 5 هننطق مع بعض شوية كلمات خاصة بالتويز. التويز اللي هي الدومة، يعني ألعاب الأطفال. يلا: دول، تيدي بير، بول، بوت، بالون، كار، رابط، رابط، دول، تيدي بير، بول، بوت، بالون، كار، رابط. طيب أنا عايز أسأل صاحبي، يقول له أنت عندك ألعاب؟ عندك ألعاب يعني؟ Do you have toys? Do you have toys? Yes, I have many toys. I have many toys, yeah. Like what? زي إيه؟ I have cars, doll, robot, ball and balloon. I play with my toys every day. أنا بلعب بالألعاب بتاعتي every day، كل يوم. قال له me too. المحادثة دي هتتعمل في الكلاس، لازم الطلبة يعملوها مع بعض. يبقى قادر يسأل السؤال: Do you have toys? Yes I have or no I don't have. Like what؟ ألعاب زي إيه؟ I have بقى cards وإلى آخره. ده بالنسبة لي الـ toys.